المره اللي فاتت. احنا ضيعنا شويه وقت، بس انا كنت عايز اقول انا مبسوط جدا من الاسئله اللي بتسالوها لسببين. لما تسالني سؤال في المحاضره او حتى تبعت لي بعد المحاضره، يعني تقدر برضك تعمل كده، تبعت لي ايميل او اي حاجه، بقدر حاجتين يحصلوا. الحاجه الاولانيه ان انت بتفهم، طبعا دي حاجه كويسه. الحاجه الثانيه ان انا اقدر اقدر مستواك عامل ازاي. خلي بالك انا ما درستلكش قبل كده، وبالتالي ممكن اكون بقول لك كلام انت وانا فارض انك تعرفه وتطلع ما تعرفوش، او اقول لك كلام وانا فارض انك ما تعرفوش وتطلع خبير فيه. فالطريقه الوحيده اللي اقدر اعرف فيها مستواك عامل ازاي او خلفيتك عامله ازاي هو السؤال. فلو سمحتم ما تتاخروش عن الاسئله. انا هقرا اللي انا كاتبه على السبوره. انا كاتب نيوتونيان كوزمولوجي كونتينيود لاست تايم، بنتكلم في داست فيلد يونيفرس، وداست تعرفها ان الدنسيتي من الكم بحيث انها اكبر بكتير من البريشر ونقدر نهمل البريشر. خلاص اتس نوت ان ايديال جاس. انا عارف دي كانت مش كانت نقطه لخبطه المره اللي فاتت. اتس ايفن سمبلر ذان ايديال جاس. استنتجنا من معادلات بسيطه جدا لا تعتمد الا على ميكانيكا نيوتن العاديه خالص، انه علاقه الدنسيتي بالسكيل فاكتور هي العلاقه دي، الانفرس بروبورشناليتي دي كيوبد ايبسلون ايكوال ايبسلون 0 اي 0 على اي كيوبد، مع العلم ان ايبسلون 0 اي 0 ار اربيتراري كونستنتس، they are supposed to represent density and scale factor at any specific time you can measure including now. من هنا حصلنا على معادلتين differential equations. واحده من الدرجه الاولى بتقول ان time derivative of density is negative 3 Hubble parameter times density itself. وحلها هو المعادله دي، يعني احنا اوريدي عارفين حلها. حلها هو المعادله ان انا جبتها منها يعني. المعادله الثانيه اللي جبناها من تطبيق نيوتن سكند لو in a very simple way, very elementary way. خلي بالك كل اللي بنعمله ده very elementary. هي معادله الاكسلريشن. انا بفترض ان السكند ديريفيتيف اوف سكيل فاكتور بسميه اكسلريشن، مع ان اليونتس بتاعته ما هياش يونتس بتاعت اكسلريشن كالمعتاد. بتساوي constant ناقص 4 باي على 3 جي، وجي از نيوتنز كونستنت، تايمز ذا دنسيتي تايمز سكيل فاكتور. هدفي دلوقتي ايه؟ مع ان برضه لازم اعرف، واتسال السؤال ده المره اللي فاتت، احنا رايحين على فين؟ رايحين على ان انت بتحاول تعرف كوزمولوجي. يعني ايه اعرف كوزمولوجي؟ يعني هو الكوزمولوجي هي المعدتين دول. طبعا احنا يعني ده تبسيط، ولكن هي الكوزمولوجي هي معادلات من هذا النوع. معادلات بتوصف البيهيفير اوف ذا يونيفرس اون ا لارج سكيل. احنا بقى مبسطين خالص، نمره واحد واخدين الموضوع كلاسيكالي تماما، مفيش الريلاتيفيتي لسه. نمره اثنين فارضين ان ذا يونيفرس از داست اند هوموجينيوس اند ايسوتروبيك، فلما تعمل كل هذه السمبليفاينج فاكتورز يطلع لك المعادلتين دول. خلاص؟ اتس ا لوت مور كومبليكيتد ذان ذات اند وي ويل سي. ومش دايما اليونيفرس داست، ومش دايما ايديال جاس، ومش دايما يعني هنشوف حالات كتيره، لان عارفين ان الاكسبانشن اوف يونيفرس بيأثر على الدنسيتي وبيأثر على الستيتس كمان اللي انت بتتكلم فيها. هنوصل للكلام ده كله. المهم نيجي نقول عايزين نحل المعادله دي. والمعادله دي انا زي ما قلت لك المره اللي فاتت شبيهه بمعادلات الايكويشنز اوف موشن اللي حضرتك بتدرسها في ماده زي ماده الكلاسيكال ميكانكس. ومن ضمن هذه الطرق التكنيكس اللي بنعملها في الكلاسيكال ميكانكس اننا نيجي نلعب شويه في المعادله دي ونطلع منها ما يسمى فيرست انتجرال. فيرست انتجرال يعني ايه؟ يعني معادله بدل ما هي بالدرجه الثانيه في ايه هتبقى بالدرجه الاولى في ايه. عشان كده انا بسميها فيرست انتجرال لاني كاني عملت انتجريشن وانس. طلع لي معادله دمها خفيف جدا. بتقول ان نص a دوت سكوير بلس ا فانكشن ان a از اولويز ايكوال تو ا كونستانت. والفانكشن ان اي دي بتعتبر في مجموعه من الكونستانتس بس هي انفرسلي بروبورشن للسكيل فاكتور. انا شايفكم دلوقتي، ما اعرفش ده هيأثر على الصوره ولا لا. هو مش طيب. هي ناقصه كده كده الاثنين نفس يعني الانفويسين. ماشي، عموما زي ما بقول لكم انا بسجل على التليفون وهحطها بعد المحاضره على طول. فهمنا ده اللي عملناه المره اللي فاتت، وده ملخص اللي عملناه المره اللي فاتت او الهايلايتس الرئيسيه. أنا عايز بقى أعمل حاجة لطيفة أوي، أنا عايز أفكرك بحسبة، هذه الحسبة أنت عملتها في فيزياء سنة أولى، شوف بقى يعني فريشمان فيزيكس. هذه الحسبة لطيفة جدا، بتقول لك إيه؟ بتقول لك إنه لما تيجي حضرتك تاخد في الاعتبار
لما تيجي تحاول تحسب حاجة زي escape velocity of a rocket from planet Earth بتعمل ايه؟ بتيجي تقول والله انا عندي كوكب الارض كده الماس بتاعه بيج ام وبحط لو تفتكر هذه هتعملت لك في المحاضرة سنة اولى بحط الروكت على surface of the earth وبعدين I fire it up وبقول ان total energy بتاعته is 1/2 m initial velocity squared minus gravitational potential is a negative big g little m big m over the radius of the earth دي المعادلة اللي انت بتعملها وبعدين عايز تقيس الانرجي بتاعته لما يوصل لنقطة تانية على مسافة ابعد فبتقول ان في النقطة التانية اللي على المسافة ابعد دي the total energy which has to be the same طبعا is equal to the speed او the kinetic energy في المسافة الابعد نسميها final minus g m big m على ال distance بساعتها ال distance دي من المركز الارض طبعا على المنصر دي معادلة لطيفة جدا وكنت حضرتك بتيجي تقول ايه طيب افرض ان انا عايز احسب الاسكيب فيلوسيتي بتاعت الراكت ده حسبة ثانوي فتيجي تقول الاسكيب فيلوسيتي يعني هي الفيلوسيتي اللي بتحقق شرطين الشرط الاولاني ان الراكت يبقى بعيد جدا على مسافة لا نهائي من 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 الارض وفي نفس الوقت يقف بقى مش محتاج ان هو يبقى بيتحرك تاني خلاص ده وصل للملا نهائي ولذلك to calculate the escape velocity تيجي انت هنا وتقول انا عايز big r دي goes to infinity وعايز v becomes zero انا عايز اضرب الروكت من على سطح الارض بحيث ان يوصل infinity ويقف ويستناني هناك فمعنى ان ده zero ودي مقسومه على infinity zero معناها ان انت بتستعمل معادله التوتال انرجي equal to zero فهنا في هذه الحسبة البسيطة when the total energy is equal to zero the rocket escapes to infinity خلاص؟ طيب جميل طب لو ال total energy مش equal to zero الوضع بيبقى عامل ازاي؟ والله لو ال total energy مش equal to zero يبقى انا عندي case E greater than zero وعندي case E less than zero ال case greater than zero لو بصيت للي انا كاتبه على الصورة ده وحللتها ده معناها ان سرعته في ما لا نهايه او سرعته بعيده يعني اكبر من البوتنشال انرجي This is also escape This is a case of escape برضو escape وبالتالي تكون الحاله E equals zero is the minimum energy required for a rocket to escape planet earth بالعكس بقى لما E بتبقى less than zero E less than zero ده معناها ان الكينيتيك انرجي cannot overcome the negative potential energy يبقى الروكت هيوصل لنقطة ويلف ويرجع تاني ويقع This is the bound velocity as a rocket غير قابل ان هو يهرب من الجرافيتيشنال بول بتاع بلانيت ايرث عندي الثلاث حالات دي والثلاث حالات دي يمكن انت في سنة اولى معرفش شفتهم كلهم ولا لا بس اذا ما كنتش شفتهم كلهم ادي الاناليسيس بتاعهم ليه بقول الكلام ده؟ انا بقول الكلام ده لان المعادلتين دول او معادلة الانرجي بتاعت الروكت انت شايف دلوقتي انها شبيهة جدا بالمعادلة اللي انا وصلت لها هنا نقدر نقول ان انا لو حطيت m equal 1 يطلع لي الكينيتيك انرجي دي كأنها of a rocket of mass 1 1 half velocity squared a dot squared plus a potential ومش بس كمان potential ده potential inversely proportional للscale factor زي البوتنشال ده ما هو inversely proportional للdistance فهنا اقدر مادام الاثنين they have the exact same mathematics which is coming from the exact same physics يبقى انا اقدر هنا اقول يبقى انا عندي هنا الثلاث حالات دول اقدر اطبقهم على المعادلات بتاعت اليونيفرس شوف يا اخي جمال الفيزيكس وجمال الماثيماتكس يعني انت يمكن تقول كلام بسيط بس انا اقف كده وابص للكلام ده واقول يا سلام ده معادلتين بحسب بيهم اذا رميت حاجه لفوق تنزل ولا ما تنزلش هم نفسهم المعادلات اللي بتحكم الكون كله بيتوسع للمالا نهايه ولا هيتكم على بعضه ده انا شخصيا بشوف الحاجات دي يعني بقالي 30 سنه في الفيزياء لغايه النهارده جسمي بيقشعر زي ما بتقول لما بشوف تماثل من هذا النوع صحيح انا سمبليفاينج ايفريثينج وبالتالي يمكن مش مستغرب ان يطلع لي نتائج شفتها قبل كده but it's still amazing to me يعني it's still really amazing if you think about it يعني طيب خلاص يبقى انا هنا اقدر احط بقى ثلاث حالات بقى
بالنسبة لي بقى خلاص مش محتاج الروكت انالوجي اني مور. انا اقدر بقى دلوقتي اقول ان انا عندي الحالتين دول اسميهم ايفر اكسباندينج بقى ده اكسباندينج ده لن يتوقف بقى. كويس؟ والحالة دي بسميها كولابسنج يونيفرس لان ده بقى ايه؟ هيوصل بيه سكيل فاكتور ماكسيمم فاليو اوف سكيل فاكتور وبعدين يروح شرينكينج ومتطربع على بعضه يرجع تاني للبدايه بتاعته. دي الحالات اللي انا استنتجتها من المنظر ده. طيب جميل جدا. How can I parameterize all of this؟ يعني ممكن اقف هنا بقى ممكن اقول والله طيب خلاص ماشي فهمنا يبقى انا اقدر اقول والله اديني بقى ايه دوت واديني ايه واديني الارقام دي كلها وانا اقدر احسب واقدر اعرف اليونيفرس شغال ازاي. المشكله ان هيستوريكلي احنا ما كناش نعرف اليونيفرس شغال ازاي. شايفينه اكسباندنج اه but it wasn't 100% clear هل الاكسبانشن is an ever expansion ولا expansion هيجي ليه ماكسيمم ويرجع. طبعا obviously depends على عوامل كثيره جدا من ضمنها a dot وهي من الصعوبه رصدها للعلم ومن ضمنها مثلا epsilon zero اللي برضو من الصعوبه او يعني اسهل شويه بس ما هيش سهله برضو. فجم الجماعه اللي بيشتغلوا في الحاجات دي حتى في هذا المرحله من التبسيط يعني قال لك طيب ماشي ممكن يعني تعالوا نعيد صياغه الكلام ده بحيث نكتبه بحاجات نقدر نرصدها احسن من كده. فقال لك هل انا اقدر مثلا اكتب هذه المعادله هي نفسها انا مش هعمل حاجه في الفيزياء انا بس هعيد صياغه ليه؟ تراديشن اعتبرها تراديشن او كونفنشن اعاده صياغه. هل اقدر اكتب هذه المعادله بدل ما مكتوبه in terms of a dot وايه اقدر اكتبها in terms of the Hubble parameter مثلا بحيث ان انا اقدر اقيسه بطريقه احسن شويه باستخدام Hubble's law؟ قال لك اه والله لو جينا divide both sides by a squared على 2 هتلاقي ان انا يتحط لي الهابل بارامتر. فدي مثلا لو divide both sides by a squared على 2 يبقى الكونستنت بتاعي مش هيبقى constant anymore هيبقى twice the constant over a squared. على الناحيه الثانيه هيجي لي divide both sides by a squared على 2 هيجي لي a dot squared على a squared والاثنين دي هتروح مع الاثنين دي والكونستنت دوت هيبقى هيحصل له ابديت 4 باي جي ابسلون 0 على 3 2 اي 0 كيوب مش مهم يعني التفاصيل الكونستنت لان انا نقدر نكتبها زي ما احنا عايزين. طبعا اي ريكوجنايز رايت اواي ان في حاجات هنا اقدر ابسط فيها كمان يعني مثلا immediately اي سي ذات ذيس از هابلز بارامتر وهو ده الهدف ان انا كنت عايز اعيد صياغه المعادله دي in terms of Hubble's parameter. I can also deduce ان انا عندي ان هو الله ده في epsilon 0 و a 0 cubed على a cubed ده density ف I will put it in the form of density ان انا بقى I recognize ان this مع this makes the overall time dependence density and I have to slow down a little bit يعني انا ببتدي وحاسس ان احنا متاخرين فعمال اتكلم بسرعه بس انا مش عايز اتكلم بسرعه انا عايز امشي على مهلي وما يجراش حاجه التاخير ممكن نعوضه بس يهمني ان انتوا تبقوا فاهمين الحاجات دي لانه حتى لو كان هذا الكلام في مقدار من التبسيط ان اتس كلاسيكال اند اتس داست فيلد لما ننتقل للمرحله الاكثر صعوبه بتاعه الريلاتيفستيك فيرجن بتاع الكلام ده كله على الاقل هيبقى عندك باك جراوند انك شايف الفيزيكس شكلها عامل ازاي لان المشكله لما واحد يخش ريلاتيفيتي الدنيا بتعقرب شويه. المهم ادي ايه المعادله النهائيه واقدر احط هذه المعادله ان انا اقول ان 2 total energy of the universe or total energy of what's happening divided by the scale factor squared is equal to Hubble's parameter squared minus 8 pi g على 3 هو الكونستنت اللي تبقى هنا اهوت multiplied by epsilon as a function of time ودي تبقى اعاده صياغه ما هيش معادله جديده وما فيهاش فيزيكس جديده هي اعاده صياغه لهذه المعادله بس هي اعاده صياغه in terms of things I can measure better بمعنى ان الجماعه بتوع الاوبزرفيشنال كوزمولوجي اللي قاعدين على التلسكوبات ليل نهار يقدروا يقولوا لي الارقام دي احسن من ما يقدروا يقولوا لي السكيل فاكتور نفسه يعني فلحد ما. طبعا انت خلي بالك انت دلوقتي مشكلتك بقت ايه؟ انا مشكلتي دلوقتي ما بقتش احل هذه المعادلات ازاي؟ انا هحلها
بس مش دي مشكلتي. انا مشكلتي which of these cases do I find my universe in, وما هي البارامترز اللي انا اقدر اقيسها وارصدها فلكيا وتلسكوبيا بحيث انها تحدد لي which of these cases I'm looking at. هما 3 cases يعني, بس واحده اثنين منهم شبه بعض يعني ever expand. فانا يهمني ان انا احط الكلام ده كله بصيغه كلام يقدر ان هو يحدد لي بالظبط يعني اقدر اقرر اني واحده فيهم. Clearly it depends على Hubble's parameter and clearly it depends على density and it depends on a variety of things. The sign of E depends on these two. Since H squared is squared, that means H squared is always positive. And that means that the sign of E really depends on the relationship, which one of these is bigger than the other. فإذا قدرت إن أنا أحط للجماعة بتوعي اللي رصدت some kind of relationship أو bound على الإبسلون, تقدروا ساعتها يقيسوه ويقولوا لي آه والله إحنا عندنا كم واحدة من الحالات دي. فتعالوا نبص مع بعض. نبتدي بالحالة الأسهل. أنا هتكلم على المعادلة دي فهخليها على السبورة وهمسح الباقي اللي أنا مش محتاجه. أنا عايز دلوقتي أبتدي بالحالة الأسهل. الحالة الأسهل هي إن E equal to zero. E equal to zero هي المينيمم أو الباوندري ما بين ever expansion وما بين collapsing universe. فأسهل حالة بالنسبة لي أقدر إن أنا أدرسها هي E equal to zero. فحاجة أقول case number one E equal to zero. اللي هي على الباوندري ما بين الاثنين expansion و contraction تماما. خلاص؟ إذا كانت E equal to zero يبقى أنا هحط E equal to zero هنا وبجد إنه في حالة E equal to zero هجد علاقة ما بين الهابل بارامتر وما بين الإبسلون. بس الإبسلون دي مش أي إبسلون. The إبسلون has a specific value that exactly cancels the Hubble parameter squared. ولذلك هديها اسم هسميها the critical density of the universe. لأنها بين البنين هي اللي ما بين الإكسبانشن وما بين الكولابس. The critical density. والله إذا كان اليونيفرس has a value of the density greater than the critical density يبقى ده هيبقى نيجاتيف وده هيبقى نيجاتيف وهيحصل كولابس. لو كانت الاكتوال density بتاعتي has a value less than the critical density يبقى ده هيبقى قليل بالنسبه لده والاوفرول هيبقى بوزيتيف وهيبقى فيه ايفر اكسبانشن. يبقى انا احلها ازاي الكريتيكال density؟ حطيت E equal 0 اذا اصبح H squared بتساوي 8 pi G over 3 times the critical density. هسميها هنا critical which is a specific value that relates to the Hubble parameter. لاحظ انها تايم ديبندنت برضه. الكريتيكال ديزي ده مش ثابت لان الهابل بارامتر از تايم ديبندنت. سو از هابل بارامتر داز ثينج واكسباند بقى ويعمل الحاجات بتاعته دي الكريتيكال ديزي بتختلف من يوم للتاني. انا بتكلم ان انا اقدر احسبها النهارده يعني بقياس هذه المعادله او نحل هذه المعادله الكريتيكال ديزي بتاعتي بتطلع 3 h سكوير على 8 باي جي. اجين ذس از an important value because هي دي الفاليو اللي it sets the difference between a universe that expands forever and the difference between a universe that is going to collapse on itself. طيب حلو اعمل ايه تاني بقى؟ احنا بنلعب بقى احنا عمالين نعرف قيم. انا قلت لك قبل كده الجماعه بتوع الكوزمولوجي يحبوا الحاجات دي قوي لان هو عايز هو مش عايز معادلات مني. الجماعه بتوع الرصد الاوبزرفيشن هو مش عايز مني معادلات هو عايز ارقام يقيسها فببسط له كل حاجه زي ما انا عايز. طيب اعمل ايه تاني؟ قال لك والله طيب اذا كانت دي علاقه ما بين الهابل بارامتر والكريتيكال دنسيتي يبقى انا اقدر اخد الكلام ده واعوض بيه في المعادله الاصليه واشيل الهابل بارامتر خالص بقى مش محتاج له ما انا عندي الكريتيكال دنسيتي اذا كنت عارف هي ايه. ماشي يعني من هنا هقدر اقول ان دي المعادله دي هتبقى 2 e على a سكوير وبدال هابل بارامتر سكوير هعوض 8 باي جي على 3 ايبسلون كريتيكال هتبقى 8 باي جي على 3 ايبسلون كريتيكال. السكند تيرم مش هيتغير.
second term زي ما هو. هيبقى minus 8 pi g برضو على 3 epsilon as a function in time. Well, column function in time الحقيقة زي الحق يعني. بس نقدر نقول إن at least at any given time in the universe the critical value is a specific quantity. طيب حلو قوي أنا كده يبقى أنا شلت هابل بارامتر من الموضوع. أنا ملاحظ إن أنت أو يعني أكيد أنتوا ابتديتوا تشوفوا pattern في الحاجات اللي بتحصل دي. الباترن انه عمال اعرف في كونستنتس عمال اعرف في كونستنتس لان واخد الكونستنتس دي وعوض بيها في المعادلات الاصليه وبسط الامور شويه زي ما قلت لك انا بحاول ان انا اوصل لارقام اقدر اقيسها. اول كونستنتس اتعاملنا معاها كانت اي 0 وابسيلون 0 لو تفتكر بس هم ما هماش باهميه الكونستنت ده. انا المعادله دي اقدر ابسطها شويه فاقدر اخد مثلا اقدر اخد 8 باي جي على 3 اقدر اخد 8 باي جي على 3 as a common factor with the L جوه epsilon critical minus epsilon. وقال لك طيب ما بالمره بقى نخلص من 2 على a squared d I don't need it anymore ونخليها كلها in terms of the energy ف I can multiply both sides by a squared على 2 وارجع تاني للصوره الاصليه بتاعتي فهيبقى عندي the total energy is 4 لان الاثنين دي هتكنسل ال 8 دي هيبقى 4 باي جي على 3 هيبقى عندي اي سكوير مضروبه في الهيصه دي وهعمل حركه كمان تسهل لي القياس شويه هاخد ايبسيلون كريتيكال دي كريتيكال دنسيتي از ا كومن فاكتور فهكتب هنا ايبسيلون كريتيكال دنسيتي ويبقى 1 ماينس ذا ريشيو اوف ذا اكشوال دنسيتي to the critical density, like this. Ratios are nice, but if بتوع الفيزيكس يحبوا ratios قوي. لأن خلي بالك ratios being dimensionless, they are nice, they work in any system of units. أنت مش محتاج إن أنت يعني تقول لي أنا units بتاعتي إيه عشان خاطر تحسب ratio. دي حلاوتها، حلاوة ال dimensionless concept. عارفش أنتوا حسيتوا بالحكاية دي ولا لأ بس probably في كل الكورسات اللي بتدرسوها دايما يقول لك ده dimensionless constant نحبه قوي ده مش dimensionless constant ما نحبوش دي حاجه يعني it's a common trend فقال لك خلاص يبقى انا هاخد الريشيو ده ما دام عاجبني وهديله هو كمان اسم يا سلام انت جيت على هنا برضو لاحظ everything is time dependent بس انا هسميه the cosmological parameter عادة بيكونوا Greek letter omega بالمنظر ده. Omega برضو is time dependent and it's defined as the ratio of the actual density to the critical density. حط ده big box لأن ده رقم في منتهى الأهمية. هيطلع لنا تاني in relativistic treatments of the cosmology. هذا رقم في منتهى الأهمية. هذا الرقم هو ريشيو ما بين حاجتين ولذلك هو رقم يا اما اقل من واحد يا اما اكبر من واحد ولذلك يا اما واحد وبالتالي ده يا اما صفر يا اما اقل من الصفر يا اما اكبر من الصفر وانت عارف ان الساين اوف ذا انرجي از كريتيكال اذا فهمت وات از ذا ساين اوف ذا انرجي يبقى انا فهمت اليونيفرس مستقبله ايه بالنسبه للموديل ده والساين هنا هتبقى ديبندنت على الكريتيكال بارامتر على الكوزمولوجيكال بارامتر if it's greater than 1 equal to 1 or less than 1 خلاص اقدر بقى المعادله في صيغتها مش عارف صيغتها الاخيره لان احنا كل شويه نظبط فيها مع انها بتقول نفس الكلام بس في صيغتها المشهوره let's say عندي a bunch of constants على 3 up front عندي scale of the universe square ده عندي epsilon critical وعندي 1 minus omega جوه حاطط ده كده in a big box واقول ان دي واحده من المعادلات اللي هي دي المعادله المهمه اللي بتقول لي انا دلوقتي حالتي عامله ازاي. Finding the sign of omega او the value of omega is very important. Very important. واحنا throughout the 20th century لما تيجي تقرا تاريخ الكوزمولوجيكال ديفلوبمنت تلاقي ان هم they have had ever expanding or ever improving
values of this omega. كل شوية omega دي يقول لك احنا وصلنا انها كده بس هي احسن من كده ومش عارف ايه. وعادة الاوميجا كانت بتطلع اقل من واحد. يعني عادة الاوميجا كانت بتطلع اقل من واحد واليونيفرس يبدو ان هو ever expanding. احنا النهاردة عارفين ما هو اسوأ من ذلك. احنا عارفين ان هو مش بس ever expanding ده كمان accelerating. يعني بس دي قصة هنتكلم فيها بعد. خلاص؟ طيب برضو ما تنساش ان انت دايما بتسأل نفسك او دايما بتعرف حاجات معينة. نقدر نقول ان اوميجا sub zero is actually a constant. It's the value of omega at any given time t zero. ونقدر نعرف التايم t zero ده هو التايم بتاعنا اللي احنا عايشين فيه النهاردة. Our current epoch. اديني شوية graphs عشان اتخيل اللي بيحصل ده. اقدر اديلك شوية graphs. تعالى تخيل this is to be the axis of time. And the universe starts somewhere here. اديني the scale factor of the universe على the vertical axis. وهعتبر ان دي time t equal to zero. Which is النهاردة معروفة باسم the Big Bang. عارف طبعا انت الكلام ده كله. طيب جميل. لو فرضنا ان اليونيفرس از داست فيلد ولو فرضنا ان اليونيفرس از كلاسيكال وجيت ابلوت ايه هيطلع شكلها عامل ازاي؟ انا ما اعرفش ايه لسه ما حلتهاش. انا اقدر احلها ولكن انا عارف البيهيفير بتاعها هيبقى عامل ازاي. انا عارف فور اكزامبل اف اوميجا 0 هابنز تو بي جريتر ذان 1 يبقى اليونيفرس ده هيكبر وبعدين يكولابس على نفسه. يعني هيطلع لي حاجه من المنظر. This is for the case omega 0 is greater than 1. اراجع معاك. omega 0 greater than 1 means that the total energy is less than 1 negative energy which is collapse. الروكت هيوصل للماكسيمم وهيروح واقع ومتطربق على بعض. في حاله both omega 0 اللي هي الفاليو النهارده او يعني الفاليو اللي احنا بنعتبر انها النهارده both equal to 0 and greater than 1 بيحصل عندي expanding scenarios. واحد كده واحد little faster. انا عارف منين little faster لان the energy is greater than 0 وبالتالي kinetic energy is greater than 0 فبالتالي a dot is greater than its value in this case. This is the situation equal to 0 and this is the situation less than 1. طبعا انا عارفش الفانكشنز دي ايه يعني اقدر احلها برضو. مع ان انا لسه ما خلصتش. ما تنساش ان انا كنت بحل الاكسلريشن ايكويشن وطلعت منها فيرست انتجرال. بس ده انا محتاج بقى احلها اطلع سكند انتجرال لانها كانت معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه. لا ما اعرفش هم ايه بس اعرف ان هو ده البيهيفير بتاعها. انا عايز لما حضرتك تراجع في اخر السمستر كده ما تتلخبطش. الكيرف ده هنشوفه تاني in a relativistic case وهنشوف كيرفات شبيهه منه. بس فكر نفسك دايما ان this is classical and dust. ولعلمك الوضع مش هيتغير كتير relativistically. هي برضك هيطلع لنا حاجات شبيهه بس يمكن more detailed يعني. طيب انت عمال تقول هيطلع الكيرف كده وهيطلع الكيرف كده وهيطلع الكيرف كده. طب ما تدينا يا عم الـ actual function A دي عبارة عن إيه؟ يعني أنا what function describes these curves؟ تعال بص على الحالة فيهم كمثال. هل أنا أقدر أحل for A؟ Yes أنا أقدر أحل for A. يمكن أبسط حل ممكن هو حالة E equal to zero. يعني let's see if we can derive a function for A كمثال في حالة E equal to zero. خلينا برضه في E equal to zero. امسح اديك فرصه كده تكتب نوتس لو في اي اسئله. بحاول امشي على مهلي بس لو في سؤال يا ريت يا اما تكتبه يا اما تقوله. بحاول اكتب على السبوره باكبر ما يمكن بس زي ما قلت لك اذا كان مش شايف برضو انا مش عارف شايفين ولا لا. اعتقد التسجيل على التليفون طالع كويس يعني. خلينا نتكلم في حالة E equal to zero. By the way ساعات بيسموا الحالات دي zero curvature, positive curvature, negative curvature. Zero curvature, flat universe.
نيجاتيف كيرفتشر بوزيتيف كيرفتشر. ده اعتبارا على ما سيكون يعني لما نخش بقى في جنرال ريليتيفيتي ونتكلم على الكيرفتشر بتاع الكلام ده كله اعتبارا ما سيكون. انا شايف ان في ناس وقعت مننا التسجيل التصوير وحش الدرجه دي. معلش معلش يتفرجوا على المحاضره بعدين. طيب تقدر تبتدي من اي معادله من المعادلات اللي احنا عملناها؟ يعني مثلا ممكن نرجع من الاول خالص ونبتدي من المعادله اللي هي بتاعه الكينيتيك انرجي زي ما اللي هي الفيرست انتجرال بالمنظر ده في اوف اي ايكوال تو زيرو. انا عايز اوصل لاي في حاله اي ايكوال تو زيرو وبالتالي ببتدي من هذه المعادله. اكتبها بقى بالتفصيل. اقدر اقول ان اي دوت سكويرد از ايكوال تو نيجاتيف توايس VA, but VA is 4 pi g epsilon a0 cubed على 3a. هنا بعوض بقيمة V of A. ها؟ كلمني؟ انتوا دلوقتي بيكسليتد خالص وصوتكم والصوت وحش خالص. انا مش عارف والله اقول لكم ايه. انا متاسف جدا يعني اذا كنتوا شايفيني بالمنظر اللي شايفكم بيه ده يبقى انتوا مش فاهمين اي حاجه من اللي انا بقوله. معلش هو لا محتاجين فيش كهرباء وما فيش كهرباء. انا شايف مش كهرباء خالص معلش. حازم 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 خلينا اكمل ولو عايزين تمشوا امشوا وانا هكمل التسجيل وارفع. اعتقد يعني انا حاسس هي بس اللابتوب بس الكهرباء بتاعته هتفصل مش اكتر. طيب ما عموما انا هكمل وانا بسجل فيعني ما يجراش حاجه. قبل ما اخلص الليله مش هكمل اكتر من المواضيع دوت النهارده يعني. كويس. طب انا عايز احل دي بقى يعني احلها ازاي؟ خلي بالك ان انا عندي معادله هنا differential equation a dot square is some constant over a والconstant هو ليس دي كلها bundled على بعضها. فانا ممكن اقول والله طيب من الحاجات اللطيفه اللي ممكن تعملها او التريكس اللطيفه اللي ممكن تعملها عملناها قبل كده. تعالى اضرب بوث سايدز باي اي وشوف دي تبقى عباره عن ذا ديريفيتيف ذا توتال ديريفيتيف اوف وات. تقدر تستنتج ان دي از فيري سيميلر تو سمثينج ذات لوكس لايك ذس. يعني اقول دي باي دي تي خد بالك بالمنظر دوت of a to the power of 3 halves كبداية. واشوف ايه بقى a by d by dt power of 3 halves دي. قال لك dA by dt power of 3 halves is 3 halves square root of a times a dot. خلاص؟ اذا هنا اقدر اقول انه هنا اقدر اقول ان the square of this يديني حاجه ليها علاقه بده. لان انا لما square this both sides هيديني 9 على 4 a dot square which is exactly this. وبالتالي اقدر اخد دي واعوض بيها هنا اهوت. يطلع لي ان d of a to the 3 halves على t squared is equal to 9 على 4 is equal to 9 على 4 اللي هي ديت multiplied by الرقم الاصلي اللي هو 8 pi g epsilon 0 a 0 cubed على 3 بالمنظر. طب حلو. لاحظ ان الحركه اللي انا عملتها دي اقفل يا حازم اقفل. انا هكمل تسجيل. اقفل ما توجعش دماغك. اقفل. انا هكمل تسجيل لغايه ربع 10 دقايق كمان وبهبعت لكم. ماشي معلش هتتفرجوا عليها وان شاء الله هيكون لو في اسئله ولا حاجه نقولها المره اللي جايه. المره الجايه نرجع بقى قاعه المحاضرات بتاعتنا اللي كانت قبل كده. متهيألي التسجيل هناك كان احسن بكتير من اللي حصل معنا. طيب التريكس بتاعتي العادي بقى بضرب باليمين والشمال وبتاع وانا عارف ايه اللي هيحصل يعني. التريكس بتاعتي حققت ايه؟ حققت ان انا عندي توتال ديريفيتيف سكويرد على الشمال وعندي كومبليتلي ا كونستانت على اليمين. وبالتالي انا اقدر اقول ان الديريفيتيف
of A to the 3 على 2 على T is equal to a constant. ايه هو الكونستنت ده؟ اعرفه انت مش مشكلة. ما عارف ما يهمنيش الكونستنت. انا اعرفه تيك ذا سكوير روت اوف بوث هيبقى الكونستنت هو السكوير روت اوف الكلام ده. خلاص؟ طيب انا اقدر احل دي بمنتهى البساطة. لانها بمنتهى البساطة انتجريت بوث سايز. دي هتبقى A 3 على 2 equal to الكونستنت بتاع حضرتك اللي هسميه C1 لان هيطلع لي واحد تاني. C1T plus C2 بالمنظر ده. حلو قوي 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 قوي. حليت انا كده. طب حلو ده انا حليت. ده انا جالي specific function in time. There is hope in understanding the curve of the universe and how the scale of the universe is changing with respect to time. الكونستنت ده انا فاهمه ده. ده هو جاي من هنا. انا اقدر استنتجه وهو جاي من هنا مش قضيه خالص. الكونستنت ده معناه ايه؟ لو حضرتك واضحه يعني لو حضرتك حطيت تي ايكوال تو زيرو يبقى الكونستنت ده is the scale of the universe at t equal to zero. بس انا مفترض ان at t equal to zero the scale of the universe is also equal to zero. You know the big bang. وبالتالي يعني هرمي الكونستنت ده. هرمي بره. على فرضيه ان هو يا اما زيرو يا اما اكستريملي سمول يعني مش لازم يبقى حاجه ده. هنا خلاص انا كده بقى عندي a اس 3 على 2 بتساوي some constant بالمنظر دوت multiplied by t بالمنظر ده. وبالتالي اقدر اقول ان a بتساوي c1t الجذر بتاع ال 3 على 2 يعني 2 على 3. 2 على 3. طبعا ما يهمنيش الكونستنتس because I can always figure them out. فانا اقدر اوزع الكونستنتس اللي هو واعيد تسميه الكونستنت واسميه باسم جديد. ولذلك اجي اقول هنا هو انا عندي دلوقتي المعادله النهائيه ان a as a function in time is there is some constant which I can figure out by going backwards, it depends on all this stuff, multiplied by t اس 2 على 3. هحطها كده in a soft frame. ما هيش معادله مهمه قوي, هي بس بتقول لي كمثال ان expansion on the universe هيمشي according to a curve that is described by t اس تلتين. يعني تي سكوير under the cube root. طيب نكمل اللي بتاع دي ونقول خلاص خلصنا. خلي بالك ان انا دلوقتي I'm getting very close to the end of Newtonian cosmology. يعني مش محتاج I mean I can continue if you want but there is no point in that I can continue لان انا كل ده is simplification. طب نكمل الكلام ده ونكمله ازاي؟ How about the Hubble parameter؟ هو الهابل بارامتر هيبقى شكله عامل ازاي في الـ في الـ في, الـ في الكيس دي؟ خلي بالك انا بتكلم على كيس اي ايكوال تو زيرو اللي هي دي اللي في النص دي اوميجا زيرو ايكوال تو زيرو. قال لك الهابل بارامتر از اي دوت على اي فاحسب لي اي دوت الاول عظيم خد الديريفيتيف اوف ذس هيبقى 2 على 3 تي اس 2 على 3 ناقص 1 اللي هي تي اس ناقص 3 يعني 1 على تي بتاعك خد بقى دي واقسمها على دي تديك the Hubble parameter as a function in time. And the Hubble parameter is defined as A dot over A. Well, I have A dot, finally. It's K 2 thirds T is not a stult. على K T is a stultain. ظبط أموري. الK اللي أنا ما تهمنيش أو أقدر أجيبها لو عايز ما تهمنيش قوي. It goes away. ودي مع دي هتبقى 1 على t. اذا بصل الى conclusion ان الهابل parameter is 2 على 3 t. تذكر حضرتك ان a while back in the second lecture احنا كنا عملنا a very rough estimate of the Hubble parameter ووصلنا الى انه is 1 على t. لو تراجع معادلاتك هتلاقي ان التاب برامتر از 1 على تي. فهنا is sort of an improvement. Sort of an improvement. It is not too different. يعني ما زال برضه 1 على تي بس تلتين. يعني اذا كان ده كان بيديني 15 بليون years for the age of the universe. يعني فاكر لما حطينا القيمه بتاعت هابل بارامتر النهارده وحسبنا منها تي 0 using this relationship لقينا it's approximately 15 billion years. دي
بتقول لي انه ان ديت از يعني او دي از ا ليتل بيت اوف ان امبروفمنت بتقول لي ان الرقم اكوردنج للمودل ده از 2 ثيردز اوف ذس 2 ثيردز فنزلت لي الارقام شويه ل 10 ولا حاجه زي كده 10 بليون ييرز احنا هنعرف بعد كده ان الرقم ده صح ولا الرقم ده صح هو اكشلي سامور ان بتوين اتس اباوت 13 النهارده افتقد الرقم اللي اخر رقم سمعته 13.6 وكل شويه يعملوا له ريفاينمنت يعني يعني بقى كانت 14 وانا صغير وبعدين بقى 13.6 وبعد مره كانت 12 يعني كده لكن it seems that these two numbers form يعني the lower and upper bound of the universe which should make sense to you because if this is for lower and upper bound of the universe this is found using very simple kinematic estimates and this is found using Newtonian mechanics في الكيس او في flat case يبقى it's sort of لما نعمل refinement بقى نتكلم عن universe characteristic بقى وناخد تاريخ universe كله with hot phases with cold phases ومش عارف ايه والكلام ده كله we'll get somewhere in between which is about 13.6 النهارده اخر حاجه هقولها لحضرتك انه في نقدر دلوقتي نقول كمان ان انا اقدر اجي من المعادلات اللي عملتها قبل كده واستعمل النتائج بتاعتي دي مش مهم يعني التفاصيل بس اقدر كمان بالاضافه الى ان حليت for a I can solve for e so I can plug in those quantities that I got in one of the equations that we had before for example the equation اللي كان فيها هابل برامتر سكوير مثلا واحده من دول واقدر اصل انه في حاله الفلات سبيس in a classical dust field universe the density is also dependent على inverse square of time like this so density in this case is proportional to the inverse square of time so as the universe scales up following t to the power of 2/3 the density of the universe shrinks down because it's getting bigger by a ratio of proportional to 1 over t squared. وتقدر بقى تاخد الكلام ده وتنطلق بيه زي ما انت عايز وتحل for omega 0 greater than 1 وتحل for omega 0 less than 1 وتفايند كيرف من المنظر ده وتفايند كيرف من المنظر ده بس بقى اي حاجه اكتر من كده ممكن تبقى الى حد ما تضيع وقت لان احنا عارفين ان the universe is not classical and we know that it's not just dust filled او بالاصح عشان ابقى دقيق it's not dust throughout its history في كل التاريخ بتاعه وبالتالي اي محاوله دلوقتي ان انا اكمل في هذا هتبقى in a model that is not true and is not realistic اقول لك تاني وتالت وعاشر ليه بنعمل الكلام ده because it's easy to visualize بصراحه كده بالاخر يعني انا فكرت الحقيقه وانا بقرا الكتاب فكرت ان انا اسكيب الكلام ده كله واخش الريلاتيفيتي على طول تديني برضو وقت اطول ان انا اكمل الريلاتيفيتي بس بجد قلت لا معلش انا وانا ستارت سلو عايز امشي على مهلي انا ما اعرفش ان اولادنا اللي بياخدوا المحاضره مستواهم ايه بس اديني زي ما قلت لكم بتعرف بيست على اسئلتكم انا هبتدي على مهلي خالص وهميك فيري سمبل اسامبشنز وايل فولو ذا ريكومنديشن اوف ذا اوثر ان احنا نبتدي بكلاسيكال دست فيلد وبعدين ان شاء الله السنة الأسبوع الجاي هنبتدي في الريلاتيفيستيك فيرجن اوف ذس انا هراجع جنراتيفيتي شوية مش انا مش ناوي ان انا اروح ناطط على طول في الكوزمولوجيكال موديل يوزينج سبيس تايم اند جنراتيفيتي انا عايز اعمل مراجعة خفيفة يعني بسيطة وفكرت ان انا اقسم المراجعة لكذا سيكشن يعني سيكشن حسب الاحتياج هشوف احنا محتاجين نعرف ايه دلوقتي او نراجع ايه من جنراتيفيتي وراجعه معاك والباقي اسيبه لما نحتاج له ارجعه معاك تاني يعني ف هوبفولي هتبقى مراجعه لطيفه ان انت خدت الجنراتيفيتي انا عارف بس ما دخلتش في الكوزمولوجي فيها which is fine this is what we're supposed to be doing here خلاص فانا بفكر حقيقه اعتقد النهارده is homework deadline مش كده فاذا كان everybody handed in the homework لحازم او هحطوه على جوجل درايف اخر النهار فانا غالبا النهارده او بكره بكتير هحط لك هومورك جديد في شويه لعب يعني غالبا مسائل من الكتاب ما اظنش نحكي بحاجه من بره لسه يعني غالبا مسائل من الكتاب لعب على الحاجات اللي احنا اخذناها دي شكرا يا شباب وهاف ا جود ويك اند واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله